الاول الله يبارك فيك. انا بحب اطمن الاهلي طبعا، الحمد لله انا كويس بخير مفيش حاجه. هو دي طبعا هي دي الماتشات دي افريقيا ومعروفه كلها، بس احنا النادي الاهلي يا جماعه في اي ظروف بنلعب، تحت اي ظروف تحت اي ضغط الحمد لله اللي احنا قدرنا. كان نفسنا نصعد اول بس ربنا ما قررتش، بس الحمد لله طبعا طلعنا بالصعود، وربنا يكرم يا رب كده في الماتشات اللي جايه باذن الله. الجمهور في ظهرنا في كل حته، ده بيدينا حافز ودافع كبير قوي، وده طبعا حاجه ده رد ليهم طبعا. في الملعب النهارده ما كانش فيه لعيب طبعا بيبخل بمجهود ابدا خالص، كانت اللعيبه كلها على قلب راجل واحد الحمد لله، اللعيبه كلها طلعت رجاله من الملعب وكل واحد عمل اللي عليه وادى بروح قتاليه عاليه قوي، وربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله. مجدي مصلي الفجر ربنا يكرمه دايما كده ويجيب يا رب ويفرحنا دايما كده يا رب ان شاء الله.